دلوقتي ميعادنا مشاهدينا مع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، هنتابعها في هذا التقرير بالاضافه ايضا الى المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري ودوري ابطال اوروبا. نتابع. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء أعلنت أنه النهاردة أول أيام شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وبالمناسبة دي تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنية له دوام الصحة والعافية، وتقدمت بالتهنئة أيضاً للشعب المصري الكريم والجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعية الله عز وجل أن يعيد على مصر وعليهم جميعاً أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير. النهاردة هيتم افتتاح منفذ جديد من منافذ أهلاً رمضان بالحي السابع بمدينة نصر ضمن أكثر من 100 منفذ بتقوم محافظة القاهرة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في فتح منافذ أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي أسوان مع الأهلي الساعة 3:15، والإسماعيلي مع غزل المحلة الساعة 5، والساعة 7 بالليل هتكون مباراة حرس الحدود مع فاركو. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع مباراتين قويتين في إطار مباريات ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، هيلتقي نابولي مع إنتراخت فرانكفورت الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي ليفربول مع ريال مدريد.